السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة، واللي ان شاء الله غادي نشارك معكم المادلين بالخضرة او الكاب كيك بالخضر اللي صراحة كيجي لذيذ وسهل وصحي لوليداتكم. بالنسبة للناس اللي ما كياكلوش اليوم وليداتهم الخضرة، تقدروا توجدوا اليوم هاد المادلين بالخضر، ان شاء الله غادي يعجبهم ويعجبكم حتى نتوما. صراحة كيجي لذيذ وسهل في طريقة التحضير ديالو، المكونات اللي بسيطة كيما العادة. المهم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك وتشاركوا مع عائلتكم وحبابكم. ونبداو على بركة الله. غادي نحتاجو في المقادير، غنحتاج شوية ديال زيت الزيتون مع جوج كيسان ونص ديال الدقيق، غنحتاج الملحة مع شوية ديال البزار وكاس لاروب ديال الزيت مع كاس ديال الحليب وجوج خمارات حمرين مع جوج بيضات، جوج معالق كبار ديال الزيتون مقطع. بالنسبة للخضرة غادي نحتاج البصلة والفلفلة حمراء والفلفلة خضراء، وغنحتاج خيزو. وهنا أول حاجة غنديرها هي هاد الخضرة اللي غادي نشلضها مزيان، غادي نشلض ديك البصلة هي وديك الفلفلة الحمراء والخضراء، حاولوا تشلضوهم مزيان. أنا غادي نقطعهم غير في هاد القطعة ديال اليد. بالنسبة للخيزو غادي نحكو غير في الحكاكة، وهنا ملي قطعت مزيان ديك الخضرة غادي نزيد عليها دابا الملحة هي وشوية ديال البزار وشوية ديال زيت الزيتون. وهنا غنبقى نحرك هاد الخضرة حتى كتشحر مزيان، ديك البصلة هي والفلفلة وطيب ليا ديك الخضرة كلها صافي. وغادي نحيدها على جنب، غادي نخليها حتى كتبرد مزيان، وغادي ندوز باش نصيب الخليط ديال المادلين. ملي بردات مزيان ديك الخضره دابا غادي نصيب الخليط ديال الكاب كيك اولا المادلين. غادي ندير جوج ديال البيضات مع كاس لاروب ديال الزيت، وغادي نخلطهم مزيان مع داك الكاس ديال الحليب. دابا غادي نزيد هاد الخضره اللي شحرنا هي والزيتون المقطع، تقدروا ديروا حتى الفرماج الاحمر الا عندكم، تاخذوا غير شويه ديال الفرماج الاحمر وتحكوه وتضيفوه مع الخليط. صافي غادي نخلطهم مزيان، وغادي نزيد عليهم جوج كيسان ونص ديال الدقيق مغربل وهو جوج خمارات حمرين.
دابا غادي نصيب هاد المول ديال المادلين ولا الكب كيك. الا ما عندكمش هاد المول تقدروا تاخذوا غير دوك البواطات ديال الطون، غتبقى تجمعوهم ملي ديروا هكا المادلين، تاخذوا هاد يعني القعطات ديال المادلين تحطوهم في وسط ديك البواطه ديال الطون، يعني كياخذ لكم داك الشكل وما كيسيحش لكم داك المادلين في الفران. انا يعني تاخذوا شي مغرفه ولا شي حاجه باش تاخذوا القياس باش يجيكم مقادين. دابا غادي نخليهم يطيبوا. بالنسبه للعافيه راني درتها متوسطه في التحت، وبالنسبه للفوق راني نقصت عليها العافيه. صافي غادي نخليهم حتى كيطيبوا ونخرجهم. هذا هو الشكل ديالهم اللي طاب، كيجيو محمرين وصراحه كيجيو لذاذ. نتمنى تجربوهم لوليداتكم. وبالنسبه للناس اللي ما كياكلوش اليوم وليداتهم الخضره، حاولوا تدخلوا ليهم الخضر هكا في لي مادلين اولا في البانكيك حتى هو ان شاء الله. باقي غادي نشارك معكم الوصفه ديال البانكيك بالخضره. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعليق، تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليق. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وتشاركوه مع عائلتكم وحبابكم. واللي كيشوف القناه ديالي لاول مره ما تنساوش الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد القناه ان شاء الله. وغنقول لكم السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله ووصفات جديده كما العاده.